لتوتنهام، لانه انطونيو كونتي بعد خناقه مع الاداره جابوا له بعض الاسماء اللي كانت مطلوبه. الفريق اصبح اكثر قوه بعد الموسم اللي فات كان ممتاز ونهاه بشكل اكثر من رائع بالنسبه لي. انطونيو كونتي بيدخل على موسم جديد مع توتنهام، لحد فين القوه هنا موجوده؟ يعني انه يوصل التوب فور مجددا، ولا ممكن يطخ اكثر من كده؟ كل اللي محتاجه اعتقد يعني هو الثبات على الاداء، لان برضو فرقه توتنهام من النوعيه اللي هي بتكسب ماتش وتتعادل ماتش وتخسر ماتش وتكسب ماتش وتكسب ماتش وبعد كده تتعادل ماتش وهكذا. اي فرقه عاوز توصل لقدام او عاوز تنافس على الدوري الانجليزي هو عاوز ثبات، زي ليفربول والسيتي. يعني ما تنزل كده تحلم تقول ايه ليفربول هيتعادل امتى؟ السيتي هيتعادل امتى؟ فماتشات ما يعني دي الصفقات وهي مهمه طبعا. طبعا من اكثر الفرق اللي جابت صفقات هي توتنهام. فاوريدي كونتي وضح للاداره، او الاداره شافت في كونتي ان هو يقدر يعمل حاجه ووصلنا في التوب فور، واحنا اصلا كنا يعني الموسم اللي فات ميت بالنسبه لنا. فمعنى كده هو جابوا له اللي هو عاوزه، وكونتي من المدربين الناجحين، بيعرف ينجح، بيعرف يكسب، بيعرف يشتغل كويس جدا، بيعرف يحافظ لعيبته. لكن في الاخر هتفضل برضه هي دي النقطة المهمة جدا، نقطة اللي انا ابقى ثبات ان انا ابدا اكسب 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 اكسب، ما اجيش ماتش اكسب واتعادل ماتش، زي نفس اللي ينطبق على مانشستر يونايتد وينطبق على توتنهام، مع طبعا ان في مدير فني مخضرم وكبير جدا جدا ويعرف يتكلم ويعرف يشد اللعيبه ويعرف اللعيبه دايما تبقى دايما بتقاتل في الملعب. لكن في الاخر لازم هو يحط، وخلي بالك ده عقليته غير عقليه مدرب مانشستر، ده عقليته المكسب مكسب، عاوز اكسب على طول، وعاوز عنده شراسه وعاوز 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 وعاوز. فده ممكن يخلق للفرقه او للعيبه دي بسرعه الموضوع ده، لانه اوريدي وعنده خبرات قبل كده في الدوري الانجليزي والدوري الايطالي واخد بطولات والكلام ده كله.